نعم تفضل. السلام عليكم. سلام ورحمة، تفضل. نعم شيخ وسيم. يا مرحبا، أهلا وسهلا، نحييكم على البرنامج ونشكركم. آمين إن شاء الله. أنا عندي سؤالين ونبي منك نصيحة يا شيخ. نعم قول. السؤال الأول يا شيخ، الشخص اللي يحب الجلالة هل نقدر نقول لها كلمة كافر، يعني كلمة كافر كبيرة؟ الرجل الذي يسب ذات الله سبحانه وتعالى هل نقول عنه كافر؟ هذا سؤالك؟ هذا سؤالك؟ صح. نعم نحن الأصل في المسلم أن لا يكفر إلا من كفر نفسه. يعني مثلا يأتيك الرجل يقول أنا ما أعترف في القرآن، القرآن ما هو من عندي، هذا هو كفر نفسه مو أنا، علمت؟ رجل قال ما في شيء اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. أعلم يا شيخ، ما هو يسب الله، يسب الله يعني. أعلم والله العظيم. واحد يقول لك أنا ما أعترف شيء اسمه الله، هو كفر نفسه. مسألة الرجل إذا سب ذات الله عز وجل، يعني بعض العلماء رحمهم الله قالوا هذه سوء تربية وصمت عن تكفيره. سئل هل من يسب الله كافر؟ فقال هذه سوء تربية ثم سكت عن تكفيره، لأن التكفير هذا مشكلة، جريمة، تكفير المسلم. فمن سب الله عز وجل عشان نأتي إليه ويستتاب، نقول أنت قلت كذا وهذا الكلام والعياذ بالله يخرج من ملة الاعتداء على الله عز وجل والسب والشتم والانتقاص من ذات الله، فيستتاب. فإن قال استغفر الله وما استغفر الله عفى الله عما سلف، هذا بينه وبين الله عز وجل. لكن مجرد أن نسمعه فنقول يعني أنت كافر حلال الدم، هذه كارثة. علمت؟ يعني شيخ نفهم من كلامك أن نقول عليه مسلم عاصي؟ والله أنا لا أقول لا مسلم عاصي ولا أقول عنه كافر. أقول كل حالة في مثل هذه الأمر، هذه الحالات يا سيدي لا تفصل ولا تعمم على الناس، بمعنى ما نستطيع أن نقول كل من فعل هذا كافر، علمت؟ لأن هناك أملل والعياذ بالله تقع في هذا الجرم وكبيرة من الكبار، وهذا أعظم من شرب الخمر وأعظم من الزنا وأعظم من كل شيء، الاعتداء على ذات الله شتما أو قذفا أو انتقاصا. لكن أن نقول حكمه حكم الكفر وهذا الإنسان كافر، معناه حلال الدم حلال كذا. فلهذا يعني مثل هذا الأمر أقول الرجل الذي لو سمعته بأذني أسألها أقول هذه التوبة وأنت انتقصت وما يجوز وهذا كذا، وتوب إلى الله عز وجل ويستتاب. إن أصر وهذا خلاص هو كفر نفسه بنفسه، علمت؟ لابد من البينة وإيقاع البينة، علمت؟ فلا نقول عن حكم كذا ولا حكم كذا. نعم نسأل الله العافية. السؤال الثاني يا شيخ، الشخص المنتحر هل نصلي عليه صلاة الجنازة؟ نعم نصلي عليه صلاة الجنازة، نعم نصلي عليه. يعني ما لأن سمعت في بعض الشيوخ يقول لك لا تصلي عليه. لا يصلى عليه، المنتحر يصلى عليه، يصلى صلاة الجنازة عليه ويدفن مع المسلمين، نعم هو لم يكفر ويصلى عليه. نعم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على المنتحر تأديبا، تأديبا وليس لأنه خرج من الملة، علمت؟ نعم نعم. من معي؟ كيف خلص؟ خلص. على كل حال نلتقي بكم غدا، نستودعكم الله.